السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن طريقة ترقية ويندوز 7 لويندوز 11 بدون استخدام فلاشة أو أسطوانة أو الاعتماد على أوامر SMD، وكمان باستخدام الطريقة مش هنحتاج للسكيور بوت والتي بي ام اللي بيطلب بهم الويندوز أثناء عملية التثبيت. هنتخطى متطلبات تشغيل ويندوز 11. كل المطلوب مني بس ملف الايزو الخاص بويندوز 11 زي ما احنا شايفين كده، هنزله من موقع مايكروسوفت الموقع الرسمي، وبرنامج الهاز لي وين 2 اتش دي دي تمام، والاداه اللي هي السكيورابل علشان نشوف بس البروسيسور هل هو بيدعم الاصدار 64 ولا لا. الجهاز اللي عندي زي ما احنا شايفين كده الامكانيات بتاعته، كليك يمين بروبرتس زي ما احنا شايفين، الرامات 5 جيجا، والاصدار اللي نزل عليه اصدار 7.64 زي ما احنا شايفين، والبروسيسور كورت ديو، يعني جهاز ايه، يعتبر جهاز ضعيف او جهاز متواضع تمام. بس احنا مركبين له هنا الهارد اللي شغال على الجهاز، هنا هارد اس اس دي بحجم 120 جيجا زي ما احنا شايفين كده، معمول اتنين بارتيشن، بارتيشن خاص بالويندوز وبارتيشن خاص بالداتا. بحجم البارتيشن الخاص بالويندوز حوالي 92 جيجا، وممكن برضو الطريقه تطبقها على هارد الاتش دي دي العادي، بس الهارد الاس اس دي بيمتاز ان هو سريع عن الايه، عن الاتش دي دي تمام. كل المطلوب مني ان انا هدخل على موقع الرسمي زي ما احنا شايفين كده، هنكتب ويندوز 11 ونبدا ان احنا نحمل النسخه من الموقع الرسمي زي ما احنا شايفين. هندخل على مايكروسوفت، بعد كده هبدا ان انا اختار الويندوز زي ما احنا شايفين، اختار من هنا سيلكت داونلود، انا اختار ويندوز 11، بعد كده بضغط على داونلود، بعد كده ببدأ ان انا اختار اللغة. شوف انت اللغة اللي انت عايز تنزلها زي ما احنا شايفين انجليش انترناشونال، بعد كده كونفيرم، وبعد كده هنا ما فيش الا النسخة الايه، ال 64 من الويندوز. طبعا هنبدأ ان احنا نحملها بحجم 5 جيجا، لو ضغطت على التحميل كده بحجم 5 جيجا زي ما احنا شايفين كده. بعد ما احمل الملف الايزو ببدأ ان انا ادخل على جوجل واكتب هاز لي وين 2 اتش دي دي عشان ايه، انزل البرنامج اللي هنستخدمه في تثبيت الويندوز. اكتب هنا هاز لي وين 2 اتش دي دي، وابدا ان انا ادخل على موقع البرنامج زي ما احنا شايفين كده، وادخل على داونلود، اختار داونلود من هنا. بعد كده ببدا ان انا احمل البرنامج زي ما احنا شايفين كده بحجم 9 ميجا. بعد كده ببدا ان انا انزل الاداه اللي هي السكيورابل من هنا، برضو بكتب سكيورابل. لو البروسيسور عندك بيدعم خلاص مش لازم تنزل الاداه دي، اختياريه، لو مش عايز تنزلها خلاص تمام. هو اهم حاجه بس يكون الرامات اكبر من 4 جيجا علشان ايه، يعني الويندوز يبقى سريع معايا. بختار من هنا داونلود وابدا ان انا احمل الاداه تمام. كل ده خلاص انا حملته. اول حاجه بفتح الاداه زي ما احنا شايفين كده، ظهر لي هنا ان البروسيسور عندي بيدعم ايه، 64، اللي هو انتل كورت ديو بيدعم 64، يبقى خلاص احنا اتاكدنا من البروسيسور، وعند الرامات شفناها 5 جيجا، يبقى كده احنا عايزين بقى ملف الايزو. ملف الايزو اول ما ننزله طبعا هنحطه على ايه، على الدي او اي بارتيشن غير السي. ليه بقى؟ لان باستخدام البرنامج هيتم عمل فورمات لبارتيشن السي اللي هو البارتيشن الخاص بالويندوز، فكل الداتا اللي موجوده على بارتيشن السي هتتمسح. فطبعا انت بتحط ملف الايزو على اي بارتيشن غير ايه، غير السي تمام. طيب ايه هي الداتا اللي موجوده؟ ممكن ايه الداتا موجوده هنا مثلا تنقلها في اي مكان تاني او على فلاشه، واي حاجه موجوده على سطح المكتب، على سطح المكتب كل ده هيتمسح، واي حاجه موجوده على المستندات والداونلود كل دوت هيتمسح. فبتنقل كل الداتا اللي موجوده في المكان ده وتنقلها في مكان تاني عشان باستخدام البرنامج وتطبيق الطريقه كل الداتا اللي موجوده على السي هتتمسح تمام. طيب بعد ما بثبت البرنامج زي ما احنا شايفين، بفتح واجهه البرنامج بالشكل ده، بعد كده بيجيب لي مجموعة اختيارات، طبعا بختار من هنا ري انستول ويندوز زي ما احنا شايفين كده، بختار من هنا ري انستول ويندوز، وبعد كده بيجيب لي عدسة من هنا ببدأ ان انا اختار واشوف ملف الايزو انا حاطه فين. طبعا انا حاطه على الدي، وابدأ ان انا اقف على ملف الايزو زي ما احنا شايفين كده واختار اوبن. هيجيب لي هنا مجموعة اللي هي الانواع الخاصة بيه ويندوز 11، فطبعا افضل نوع اللي هو ويندوز 11 برو، بعد كده بختار من هنا نيكست. بيجيب لي هنا ايه، بيعلم لي على البارتيشن زي ما احنا شايفين اللي هو بارتيشن السي، طبعا معانا ان هو يعلم عليه ان هو هيبدا ان هو يعمل فورمات مجرد ما انا ايه اكمل ايه بقيه الاختيارات. فهو هنا طبعا يعلم على بارتيشن السي، هبدا ان انا اضغط على نيكست زي ما احنا شايفين كده. هيقول لي ان هنا نيد تو بيلد وين بي ايمج، هقول له يس زي ما احنا شايفين. وبعد كده بعد ما يخلص الخطوه ديت هيطلب مني ان هو ايه، يعمل ريستارت، فطبعا انا هوافق على عمل الريستارت.
وبعد كده هيبدأ ان هو يستكمل بقى ايه، ان هو يفرمت البارتيشن، وبعد كده يبدأ ان هو ايه يثبت ايه الويندوز. زي ما احنا شايفين كده جايب لي رسالة ان كل الداتا اللي موجودة على بارتيشن السي هتتمسح، هضغط على يس. هيطلب مني ان هو يعمل ريبوت للجهاز عشان يستكمل بقى بقية مراحل التثبيت، فطبعا ده هضغط على يس، وبعد كده هيبدأ ان هو يعمل ريستارت للجهاز ونستكمل بقى ايه بقية مراحل تثبيت الويندوز. زي ما احنا شايفين كده بعد ما عمل ريستارت هيفضل يعد لحد ما يوصل ل 100%، بعد كده هيعمل ريستارت واوتوماتيك البرنامج متعلم صح عليه ان هو بعد ما بيخلص المرحله ديت هيعمل ريستارت زي ما احنا شايفين كده. فطبعا انا بنتظر لحد ما بيخلص المرحله ديت، وبعد كده هو يعمل ايه ريستارت، وبعد كده يبدا ان هو يستكمل بقيه مراحل التثبيت. يفضل طبعا انت تفصل كابل الانترنت عشان ما يطلبش مني التسجيل في موقع مايكروسوفت. تمام. وكمان هنا مش هيطلب مني ايه التي بي ام ولا السكيور بوت، هيكمل ايه التثبيت عادي من غير ايه من غير اي مشكله. لما عمل ريستارت وصلنا بقى لمرحله التعريف القطع الخاصه بالجهاز الكمبيوتر او اللابتوب زي ما احنا شايفين كده، اللي هي كارت الشاشه وكل القطع اللي موجوده على الجهاز. بعد ما يخلص المرحله ديت هو هيبدا يعمل ريستارت ويستكمل بقى بقيه مراحل تثبيت الويندوز. ابدا اختار الدوله اللي انا عايش فيها واضغط على يس. تمام. بعد كده ببدأ ان انا استكمل بقى بقية مراحل التثبيت العادية، اختار من هنا يو اس ويس، بعد كده اد لي اوت، بعد كده عربك والدولة اللي انت عايش فيها مثلا، وبعد كده نيكست، وبعد كده عربك 101 اد لي اوت. اختار من هنا اي دونت هاف انترنت زي ما احنا شايفين كده، بعد كده كونتين ويز ليميتد سيت اب كده، بوافق على الاتفاقية. بعد كده ببدأ ان انا اكتب الاسم، اضغط على نيكست، وهنا الخانة اللي فيها الباسورد، عايز تكتب باسورد ماشي، مش عايز بتسيب الخانة فاضية وتضغط على نيكست. دي اعدادات الخصوصية بنعطلها، بنخليها نوع عشان الجهاز يبقى سريع معايا، وبعد كده اضغط على نيكست. بعد كده برضو من هنا برضو بشيل كل بخليها نو كلها واضغط على اكسبت زي ما احنا شايفين كده، بيجيب لي اختيار الاكسبت. نبدأ نظهر ايقونات سطح المكتب، كليك يمين ونختار بيرسوناليز. تمام. بعد كده بختار من هنا انزل كده شويه واختار من هنا زيمز زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده بختار من هنا الديسك توب ايكون، هلا تحت كده بختار من هنا ديسك توب ايكون، وابدا ان انا اعلم صح على كل الايقونات دي زي ما احنا شايفين كده، اضغط على اوكي. بعد كده بفتح كنترول بانل واختار كلوك اند ريجين زي ما احنا شايفين، وبعدين بختار ريجين زي ما احنا شايفين كده، واختار من هنا فورماتس، وبعدين بختار من هنا اربك والدوله اللي انا عايش فيها عشان ما اقابلش مشكله وانا بثبت اي برنامج. بعد كده بدخل على ادمنستريتيف، وبعدين بختار شينج سيستم لوكال. تمام. بعد كده بختار ابلاي، وابدا ان انا اختار الدوله اللي انا عايش فيها عربك والدوله اللي انا عايش فيها، وبعد كده بضغط على اوكي. بيطلب مني عمل ريستارت، بوافق على عمل الريستارت. ما احنا شايفين كده ده الاستهلاك الخاص بالبروسيسور والرامات زي ما احنا شايفين قدامنا، وده شكل الايقونات زي ما احنا شايفين كده، وادي بارتيشن الدي ما اتمسحش، وكل اللي اتفرمت بس بارتيشن السي زي ما احنا قلنا في اول الفيديو. ودي استهلاك النسخه حوالي 20 جيجا من بارتيشن السي زي ما احنا شايفين كده. وبكده عرفنا ازاي نثبت ويندوز 11 من غير استخدام فلاشه ولا اسطوانه ولا اوامر السي ام دي، وكمان ما طلبش مني السكيور بوت والتي بي ام لجهاز غير مدعوم زي الجهاز اللي انا شغال عليه دلوقتي. في نهاية الفيديو أتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك والاشتراك في القناة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.